ولذلك عند رواية، خلي أقرأ لك هاي رواية أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من قرأ قبل أن ينام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب في الذاكرين. هاي واحدة. رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ القرآن، هاي روايات احفظوها، اسمعها زين واحفظها، يقول: من قرأ القرآن في صلاة فريضة قائما، مو جالسا، قائما صلاة فريضة، أعطاه الله بكل حرف، مو بكل كلمة، بكل حرف 200 حسنة، بكل حرف، يعني قل هو الله، كلمة قل كم حرف؟ قل كم حرف؟ حرفين، قاف حرف، لام حرف، بكل حرف، بكل حرف 200 حسنة، ومحى عنه 200 سيئة، ورفع له 200 درجة، بكل حرف. اسمع اسمع، خلي أتمم الرواية. فإذا صلاها في صلاها صلاة جالسا، صلى صلاة جالسا، 200 يصير ايش قد؟ 100 على النص. إذا صلاها قرأ القرآن في صلاة المستحب، صلاة النافلة، 100 يصير 50، 50 حسنة، 50 درجة، 50 سيئة، الله سبحانه وتعالى يبحث. ومن قرأها خارج الصلاة وهو مستقبل القبلة، مثل هاي قاعدتكم أنتوا الآن مستقبلين القبلة، مستقبل القبلة وهو على طهارة، أعطاه الله بكل حرف 25 حسنة، 25 درجة، 25 سيئة، الله يقول. ومن قرأها خلاف القبلة وبغير وضوء، مو على وضوء، مو مستقبل القبلة، بكل حرف 10، وهذا معنى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لذلك هذول ما يقرؤون القرآن تدري ملايين ملايين مليارات من الثواب يخسرونها.